فأما الزبد فيذهب زبالا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأفضل ما ينفع الناس من الكلام ومن العلم هو العلم بالله رب العالمين، العلم بتوحيده سبحانه جل وعلا، والعلم بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والآن مع هذه الفقرة فنذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خالد زيدي. أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية من النار والفرقة المسلمين. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وخاطرا بالقول والعمل والاعتقاد. بقي أهل السنة أهل الصراط المستقيم الذين هم أهل الصراط المستقيم وأهل الصراط المستقيم الذين يتمسكون بالدين الصالح الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية من النار والفرقة المسلمين؟ حديث الاعتراف المشهور الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم: افترق اليهود على 71 فرقة، وافترق النصارى على 72 فرقة، وسطرت هذه الأمة على 73 فرقة. كلها في النار إلا واحدة، قيل من هم يا رسول الله؟ قال من هم لكم ومن أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رفض الجماعة. ما عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صدق العلو والاستواء؟ وما أجمع عليه الصحابة وأجمعت عليه الرسل جميعا عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى في السماء رب سبع سماوات مستوى على عرشه جالس من خلقه. والدليل من القرآن الكريم على إثبات صفة العلو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وأمين بمن في السماء أن يصف منكم الخلق فإذا هي تمور. والدليل من السنة على إثبات صفة العلو حديث ثانية حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أين الله؟ قال: فسماء. ثم قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: فأعطها بيتنا وبيتك. ودليل القرآن الكريم على إثبات صفة الاستواء قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على العرش استوى. ما معنى الاستواء؟ الاستواء هو العلو والارتفاع، ومعنى الاستواء معلوم بلغة العربية ولكن الكيفية مجهولة. فقد قال الإمام مالك رحمه الله أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم؟ أنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.